ارتفاعات الاسعار انا ما تنتقداش، ما عرفتش شنو فاش زادوا وشنو فاش ما زادوش، ولا زادوا راه ما خصهمش يزيدوا. كنعطي الفلوس ولكن ما كنعرفهمش واش زادوا. والله العلي العظيم الا كنمشي نشري البطاطا وكناخذها ومني كنمشي ما كنمشي للدار تيقول لي بشحال، كنقول لهم والله ما عرفت، والله ما كنعرف، ما عنديش هاد اللعيبه، ولكن الا زادوا ما خصهمش يزيدوا ولا يزيدوا. لا لا ماشي لاباس عليا، انا من صغري هكا نقدر نشري الحاجه وما كنعرفش الثمن ديالها، شي قضيه لاباس عليا. وانا ما تركزش في شي حويجات، الحاجه الوحيده اللي مرضاني هي ليسانس، فاش كنبغي نمشي هذا كيبان لي 15 درهم تبان لي بزاف بزاف، ليسانس هو اللي ممحني انايا، فيما كنبغي ندير ليسانس كنلقى هذيك هي الزياده اللي مكرفصاني، اما شي حاجه اخرى ما مسوقش لها. وبركه عليهم صافي كلاو بركه، ينقصوا شويه على المواطن لان بركه هادشي، سيرتو هادشي ديال الحويجات اللي ضروريين في الحياه اليوميه ديال الانسان خاصهم يحاولوا ينقصوا فيهم.